احنا من المناطق الاقل حظا، احنا خلصنا قد ايه وتخلصنا من المنظر اللي كان موجود قبل كده قد ايه وقدامنا قد ايه؟ احنا خلاص احنا عندنا 246 الف وحده في 357 منطقه، مخلصين منهم 90%، ال 10% الباقيين دول كلها مشروعات جاهزه للافتتاح بنسبه تنفيذ من 95-98%. يعني عندنا في بشار الخير 15600 وحده، الخياله في مصر القديمه 2520 وحده، 15 مايو ظهور 15 مايو كانت اسمها زرايب 15 مايو، احنا عملنا مشروع اسمه ظهور 15 مايو بغير الاسم، اسمها قبل كده احنا بغير الاسماء، كان اسمها ايه؟ زرايب 15 مايو. والناس كانوا ساكنين فيها، يعني ساكنين فيها، يعني يقول لك يقول لك العنوان بتاعه مثلا في البطاقه زرايب 15 مايو تل العقارب. كان اسمها بقى اسمها روضه السيده. تخيل واحد مثلا ساكن في حته تل العقارب، طب روضه السيده بنختار الاسماء. منطقه بطن البقره بنخلي الواقع احلى، منطقه بطن البقره، هل انا هعمل مشروع اسميه بطن البقره؟ لا، ده مش بنغير الاسم طبعا، بنخليه يعني حاجه تانية خالص. يعني مثلا هيبقى مثلا جوهره الفسطاط مثلا، احنا يعني في الفسطاط مثلا، مثلا زرزاره في الغردقه، زرزاره في زرزاره مدينه الامل، زرزاره مثلا في هناك بقى مثلا اسمها روضه الغردقه، روضه سفاجه. بنغير الاسماء عشان نفس البني ادم. انت قلتي في كلمه حلوه جدا، الناس دايما بيتغير حياته وسلوكياته تغير بمجرد بروح المكان الجديد، جزء منها بيتغير. واحنا بنلعب على الباقي بقى، احنا بنطور حياه مش بنطور عمران، العمران ده جزء من التطوير اللي احنا بنعمله. عشان كده لما جينا ندرس دي حاجه مهمه جدا، حضرتك قلت تصريح حلو قوي ان احنا مش بنغير بنايات، لا ده جزء. ده انا بعتبره الجزء الاسهل والجزء اللي واضح للناس، لكن ال 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 غير مباشر الخفي اللي الناس مش حاسه بيه اللي هو الصحي. لما الناس بتنقل مكان كان فيه مجاري و او منطقه او بيئه و امراض مزمنه، طب او ضغط عالي، او ضغط عالي، او لما بتنقل المكان الجديد ده او الضغط العالي. على فكره احنا بنحافظ على وجود الناس احيانا لما يكون البيوت حالتها كويسه، تخش بقى في المنطقه غير مخططه بقى كده، لكن مش غير امنه، بننقل خط الضغط ونغير مساره وندفنه كمان عشان ما يتعادش يتعرض اللي احنا وبيكلفنا اكتر. على فكره ممكن ان احنا نبني، يعني في خط بتاع الاليوبيه ده لوحده كان المؤيسه الاداريه الاولانيه 2.6 مليار جنيه، احنا قعدنا نتفاوض مع وزاره الكهرباء لغايه ما وصلنا 750 مليون جنيه. خط الضغط اللي كان في مدينه الامل اللي كانت عزبه الهجانه 214 مليون جنيه، دي ارقام كبيرة عشان نحافظ على حياة الناس وصحتهم. طيب التعليم، الأمن، الأمن ده عنصر مهم جدا جدا جدا. ليه؟ من ده آدم اللي كان عايش في المنطقة اللي حاسس إن البلد مهمشاه وحاسس إن البلد ما ادتلوش حقه وظلماه، مش سهل جدا أنا استقطبه تعالى دمر البلد اللي مش شايفاك، البلد اللي باعتك، اللي يروح جاي يفجر نفسه يحارب البلد. دلوقتي لما ودي الاماكن اكتر اماكن مصدره لهذا الشيء. طب لما يحس المواطن ده ان البلد اديته واديته كمان ما يستحق، يعني ما يستحق، ما حدش بيمن عليك بحاجه ولا حد، ده حقه، ده حق من حقوقه، حقك كمصري. انت كمصري هتستحق كتير جدا اكتر من حد، من اي حد في الدنيا. انا عنصري بقى ولا ما اعرفش انا ايه، انا بحب بلدي وبحب ولاد بلدي، فانت مصري تستحق كتير جدا لانك انت ابن ام الدنيا. فلما بتاخد حاجه محدش بيدي لك حاجه، محدش بيمن عليك، ده انت حقك اللي احنا بنبحث لك عنه وبنعتذر عن قصور السنين اللي فاتت والعقود اللي فاتت. وعلشان القصور بتاع السنين والعقود اللي فاتت بيبقى عند بعض الناس تخوفات زي ما حضرتك قلت لي في الاول، ما بيبقوش مصدقين انه بجد، بيبقوا في حاله عدم ثقه في الاول. ايه ده يعني انت اما هتاخد بيتي انا مش هترمي في الشارع؟ ايه ده يعني بجد انا هسكن في البرج ده؟ بجد انا يعني هتديني الفلوس دي؟ انا مش مصدق. فعلشان كده الناس برضو بتتخض في الاول، يعني بتبقى بيتخضوا وخايفين وبيبقى عندهم حق في الاول. كنا الاول ممكن الناس تجابهنا، انتوا هتعملوا ايه فينا؟ ايه ده حرام عليكم؟ ايه نقعد معاهم نفهم يا جماعه احنا ان شاء الله هنعمل واحد وادي الصور، وادي 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 عقود، وادي عقود نمضيها معاكم مخطوبه من الدوله عشان لو قصرنا معاكم ارفعوا علينا قضايا. فبدانا ننفذ وعودنا والناس بدات تسكن وتعيش وحياتها وده. دلوقتي بقينا المكان اللي اتاخر عليه بيقولنا بقى يشتبونا بقى تاني بقى انتوا واخدتوا علينا ليه. طيب في تصريح لحضرتك، هي تصريح عايزه اتوقف عنده شويه، قلت ايه؟
القاهرة ستكون أجمل مدن العالم في 2030. المشكلة بقى إيه هنا؟ 2030 مش بعيد يعني، خلاص 8 سنين تقريبا. يعني عادة تصريحات السنين السابقة أو العهود البائدة يقول لك إيه 2050، يعني يقول تاريخ بعيد شوية ويمين يعيش بقى. بس حضرتك قلت التصريح ده يعني 2030، يعني بعد 8 سنين. إزاي بعد 8 سنين هتقدر تحقق وعدك في هذا التصريح؟ طيب احنا في 2016 وعدنا، قلنا 2020 هنقضي على غير آمن، حطينا خطة وبدأنا نشتغل عليها وبدأنا نقول احنا في 2020 نوصل لكذا. واحنا شغالين لقينا كمان كنا بنقول 200,000 وحده، فتحولوا ل 246,000 وحده، 46,000 وحده زادت علينا، احنا زودناهم على نفسنا. لقينا مثلا ايه لما بنجمل المكان ده او نطوره اللي حواليه ظهر انه مش حلو، طب يبقى بدل ما تبقى مثلا 500 وحده تبقى 2000 وحده، زي سور مجرى العيون نزلت السمان بدل 710 وحده بقت 4800 وحده، مع ان اللي حواليها غير مخطط بس غير بس امن. لا قلنا من يعني الطموح العمراني والطموح اللي احنا فيه ما بقاش له حدود وما بقاش له سقف، ما حدش هيوقف في الحته دي. فبدانا بقينا بنتسرع، فنفذنا وما نفذناش في الخطه بتاعتنا. طب احنا من 2017 درسنا صندوق تطوير المناطق العشوائيه، لما ننفذ خطتنا وكلمتنا حاجه من الاثنين، ما نفذهاش والصندوق مفروض يتحل لانه ما نفذش خطته، يا اما يكون الصندوق نجح وعايزين نحافظ على نجاحاته مع دعم القياده السياسيه ودوله رئيس الوزراء لدعم هذا الملف لازم نستغله. يبقى اذا من 2017 درسنا ماذا بعد 2020، قعدنا ندرس قول ايه، عملنا تشريح للمجتمع والعمران في مصر وتصنيف، التصنيف ده قال لنا مشاكلنا هنا وهنا وهنا، المناطق اللي هتدينا عائد هنا وهنا، المناطق اللي مش هتدينا حاجة هتتصرف على نفسها وتعمل نفسها هنا. طب الكلام ده كله عايز يبقى اسمه ايه؟ لأن ده اسمه تنمية حضرية. يبقى احنا لازم يكون اسمنا بعد 2020 صندوق التنمية الحضرية، مش صندوق العشوائية، مش صندوق العشوائية. طب صندوق التنمية الحضرية عندنا مشاكل، عندنا حاجات بتجيب، وعندنا خطة وعندنا خريطة حطينا عليها المشاكل، عندنا حلول. قمنا عملنا قرار تغيير الصندوق من صندوق تطوير المناطق العشوائية لصندوق التنمية الحضرية اللي مهامه سقفها كبير قوي عن تطوير العشوائيات. طبعا عشان ده جزء بقى، جزء بقى ما نسيناهوش، ده بقى جزء مننا، جزء وليس كلنا، مش كل كياننا دلوقتي، لا ده احنا بقينا جزء مننا اسمه عشوائيات، لكن الاربع الاجزاء التانيين التنمية الحضرية. حطينا نفسنا مهام، سقف طموحاتنا العمرانية علي معانا، كبر معانا، حطينا خطة لنفسنا ان احنا ان شاء الله 2021 هيكون اسمنا صندوق تطوير، صندوق التنمية الحضرية. مهام بتاعتنا 1 2 3 4 5، آليات العمل 1 2 3 4 5، التنفيذ هيكون في 2020. احنا زي ما حضرتك قلت في الأول ونفذنا، احنا بدأنا قبل ما نغير اسمنا، بدأنا 2016 قضية لا احنا بدأنا غير عشوائية 2016. احنا بدأنا كصندوق تنمية حضرية في قضية اسمها تطوير عواصم محافظات المدن الرئيسية، بدأناها من شهور قبل ما نغير اسمنا، بدأنا القرارات التاريخية قبل ما نغير اسمنا، بدأنا حدائق الوسط قبل ما نغير اسمنا ومهمنا، بدأنا أصلا مهمتنا قبل ما الاسم يتغير. الاسم يتغير. طب بمناسبة القاهرة التاريخية وبمناسبة التصريح بتاع حضرتك إنه القاهرة ستكون أجمل مدن العالم في 2030، خطة تطوير القاهرة التاريخية أيضا ممتدة ل 2030، إيه ملامح الخطة دي؟ هتطوروا إزاي القاهرة التاريخية؟ كيف ستكون صورة القاهرة التاريخية بعد 8 سنوات من الآن في 2030؟ إيه أهم الأماكن اللي أنتم محتاجين تطوروها؟ صورة القاهرة التاريخية طبعا احنا يعني برضو حته احنا في 17 درسنا عندنا برضو حاطين في خطتنا 2027 هندرس الصندوق هيبقى ايه بعد 2030، هنبدا من 2027 ندرس الصندوق هيبقى ايه. طبعا مش انا اللي هيجي بعديه، بس حاطين في دستورنا كده جوه الصندوق ان شاء الله حضرتك تبقى موجود. اللي يجي يبدا من 2027 يعمل دراسه الصندوق هيبقى ايه بعد 2030. طيب احنا هنتكلم بقى لما نوصل، يعني ازاي هنوصل 2030 بشكل ايه؟ اولا 2030 احنا عندنا في قضايا كتير جدا جوه العمران المصري، الغير مخطط
والقاهره التاريخيه، لما اتكلمنا على القاهره بس عامه على الجمهوريه كلها مش القاهره بس في التاريخيه، الاماكن ذات الطابع المميز، اي مكان فيه حاجه تاريخيه او حاجه احنا ممكن نتدخل فيه دلوقتي كصندوق تنميه حضريه بقى، كان زمان احنا عشوائيات، لا اوعى تمد ايدك. لما نيجي نعمل تطوير عمراني ونعمل عمارات وسكني وحاجات استثماري انت بتاع عشوائيات اوعى تقرب. الاسم لوحده بياخد هو على انت جنب. انت بتاع عشوائيات، انت لو قربت من هنا انت بس ما نقول بقى صندوق التنميه الحضريه يعني تعالى اتفضل صندوق عشوائيات اقعد هنا على جنب بس كده والنبي عشان لكن دلوقتي بقى عندنا سقف طموح عمراني ونقدر نستغل خلاص الحمد لله احنا ناس كنا بتوع عشوائيات بس كنا بنخطط كويس شويه. يعني بنعرف نخطط ونحط خطتنا ايه ونشوف نبدا من حيث انتهى الاخرون، الاخرون اللي هنا والاخرون من بره، احنا بنستورد افكار ازاي ننجح، ازاي نقدر نقول احنا شغالين على عشوائيات اصلا كمان، ازاي كنا بنخلق استثمار وانا جوه العشوائيات، ازاي انا اقول انا اعمل العمارات دي واعمل فيها حاجات تجاريه وحاجات خدميه تحقق لي عائد.